مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناة اليوتيوب التعليمية تابولتي. بهيدا الفيديو رح نكون عم نحكي عن أبرز استراتيجيات يلي استخدمت للحصول على لقاح ضد كوفيد 19 وكل شي بيتعلق فيهم. مثل ما بنعرف انه من اول ما بينت حالات الاولى لفيروس كورونا ببداية العام تسابقت شركات الادوية بسرعة غير مسبوقة لتطوير لقاح امن وفعال للمساعدة على وقف انتشار الكوفيد 19. يعد تطوير استراتيجيات التطعيم لهيدا الفيروس تحدي بشكل خاص بسبب الطبيعة المفاجئة لظهور المرض والعملية الطويلة اللازمة لتطوير اللقاح التقليدي. كمجموع ولغاية هلأ في أكثر من 300 لقاح مرشح أو محتمل بحسب منظمة الصحة العالمية يلي بتستخدم مجموعة من التقنيات المختلفة لتحفيز الأجسام المضادة وخلايا مكافحة الفيروسات لتجنب العدوى. عدد كبير صار بمرحلة تجارب سريرية على نطاق واسع وعدد منا إما تمت الموافقة عليها للاستخدام أو تم قبول طلب للحصول على الموافقة. بهيدا الفيديو ومثل ما قلت لكم رح نحكي عن أهم استراتيجيات يلي استخدمت للحصول على لقاح ورح نحكي عن أبرز اللقاحات يلي تم العمل عليهم بهيدي الفترة. رح نضوي على اسم اللقاح، المرحلة اللي صار فيها، نسبة فعاليته، نوعه، كيف بتتم طريقة التخزين تبعولته. قبل ما نبلش نحكي عن هدول التفاصيل بدي اتمنى على الأشخاص اللي بعد ما اشتركوا بالقناة التعليمية تبعولتي يكبسوا على فأسة السبسكرايب ويفعلوا الجرس تيوصلهم فيديوهات جديدة. نبلش نحكي باختصار عن مختلف استراتيجيات، خلونا نحكي كيف بتشتغل اللقاحات بشكل عام. جهاز مناعتنا ممكن نشبهه بجيش مؤلف من عدة قلبية، وكل لواء عنده هدف ودور معين يقوم فيه لحمايتنا من الأجسام الغريبة مثل الفيروس والبكتيريا. جهاز مناعتنا بيشتغل بثلاث طرق. أول طريقة عنا المناعة الفطرية أو الطبيعية بنسميها innate immunity يلي كل فرد بيتمتع فيها وهي نوع من الحماية العامة، مثلا عنا الجلدة، إفرازات المخاط والدمع وغيرها يلي بيشكلوا حاجز بيمنع الجراثيم من دخول الجسم. هيدا الأمر فينا نشبهه بحدود أي بلد ما فينا نفوت عليها إذا ما بيسمح لنا الأمن العام، أو على القليلة لازم يكون معنا تصريح بيسمح بالدخول وما بيعتبرنا غرباء. تاني طريقة عنا المناعة التكيفية أو منسميها adaptive immunity، وهيدي بتتطور خلال حياتنا لما بنتعرض لأمراض أو لما بيتم تحصيننا ضدها باللقاحات. مثل أي جيش منظم ومقسم لقلبية نفس الشيء جهاز مناعتنا، ومثل ما كل لواء عنده دور معين كل مكون من جهاز مناعتنا عنده دور محدد. ومثل ما الجيش بيستخدم رادار للكشف عن أي اختراق من قبل العدو، نفس الشيء مكونات جهاز مناعتنا تبعت رسائل بيناتنا بتناشد تدخل ألوية جهاز المناعة كل وحدة بحسب الوقت المناسب بحسب دورة بحسب اختصاصها. ومثل عند لحظة إلقاء القبض على أي مجرم بيتم تصويره وأخذ بصماته وحمضه النووي لنحتفظ فيهم بالسجلات وللتعرف عليه بحال حدوث جريمة تانية، نفس الشي جهاز مناعتنا بيحتفظ بنسخة بالأرشيف عن الأجسام الغريبة يلي دخلت على جسمنا للمرة الأولى وليتم التصدي وتم التصدي لها. هيدا الأمر بيساعد بالتدخل بشكل أسرع فور التعرف على هيدا الجسم الغريب عند محاولة دخوله مرة تانية للجسم. هيدا الشيء منسميه
بالذاكرة تبع جهاز مناعتنا. من هون اللقاحات تعتبر بمثابة مناورة لجهاز المناعة، بتمرنه وبتحصنه في حال تعرض الجسم لأي غزو بهيدا الجسم الغريب. وأخيراً عنا المناعة السلبية أو المنسميها Passive Immunity، يلي تعتبر مستعارة من مصدر آخر وبتستمر فترة كتير قصيرة. خلونا ناخد مثلاً الأجسام المضادة ضد الأمراض يلي بتتعرض لإلها الأم والموجودة بحليبها يلي بتنتقل للطفل بصورة مؤقتة. من بعد ما حكينا بشكل مختصر وسريع عن جهاز مناعتنا، خلونا نحكي بطريقة كمان مختصرة عن أبرز استراتيجيات المتبعة لنحصل على لقاح ضد فيروس كورونا المستجد. رح نحكي عن ثلاث تقنيات. أول تقنية هي الـ mRNA، تاني تقنية هي استراتيجية الأدينوفيروس فاكتور أو يستخدم كناقل للفيروس، ثالث طريقة هي منسميها الفيروس المعطل أو يلي تم تخفيفه. رح نحكي هلأ عن أول تقنية اللي هي تقنية الـ mRNA. بالواقع أول لقاح مرشح تم إطلاقه بالتجارب السريرية هو لقاح الـ mRNA، عبارة عن جزئيات مفردة بالخلايا بتنقل المعلومات الجينية من الحمض النووي الموجود بقلب النواة أو بالنويو للسيتوبلازم. مطرح ما بيتم تصنيع البروتينات في عنا شيء اسمه ريبوزوم، وهونيك بتتم عملية تصنيع بروتينات. لقاحات الـ mRNA هي نوع جديد من اللقاحات للحماية من الأمراض المعدية. لتحفيز الاستجابة المناعية بيدخل العديد من هيدي اللقاحات جرثومة ضعيفة أو معطلة بأجسامنا. هيدي استراتيجية بتعلم خلايانا كيف تقوم بعملية صنع بروتين أو مجرد قطعة من البروتين يلي بيطلق استجابة مناعية داخل أجسامنا. هيدي الاستجابة المناعية يلي بتنتج أجسام مضادة هي يلي بتحمينا من الإصابة بالعدوى في حال دخل هيدا الفيروس الحقيقي لأجسامنا. تاني استراتيجية هي استراتيجية الأدينوفيروس فيكتور فاكسين، منسميهم نقلات الفيروس. تم تعديل نقلات الفيروس وإدخال المادة الوراثية لبروتين سبايك سارس كوف 2. هون ببلش عملية إنتاج الفاكسين بتجميع كودا الوراثي. تم تصميم نقل الفيروس أو الأدينوفيكتور فاكسين من الحمض النووي للأدينوفيروس عن طريق إزالة الجينات الأساسية لهذا الفيروس لمنعه من القدرة على التكاثر، وهيك بيصير يشتغل كوسيلة نقل فقط وما بيسبب المرض عند الأشخاص اللي رح يتلقوا. بتودي إضافة الحمض النووي للبروتين سبايك لإنشاء التسلسل الجيني الكامل للأدينوفيروس فيكتور فاكسين. بيتم إدخال الشفرة الجينية لخلية منتجة مطرح ما بيتم نسخها وترجمتها لتشكيل لقاح نائل لفيروس الكوفيد 19. تم تصميم شبيه الخلايا البشرية أو منسمين الهيومن سيلز لاينز لاحتواء جينات الأدينوفيروس فيكتور فاكسين. بهذه الطريقة يمكن عند إدخال نائل الفيروس أنه يصيب الخلايا ويستخدم آلة الخلايا لاستكمال الجزء المفقود لتتمكن من تكرار إنتاج نسخ متطابقة. تتكاثر جزئيات اللقاح مع انقسام الخلايا وبتستمر العملية لحين ما نوصل للكمية المطلوبة اللي بدنا إياها. من هون منزيد منتج كيميائي بيؤدي أنها تتفجر هيدي الخلايا، وبتم جمع اللقاحات النوائل تبعولتهم يعني الأدينوفيروس فيكتور فاكسين الجاهزة لتصير عملية اختبارها انفلترها ولا تنقي تبعولتها قبل ما تتعبى وتصير جاهزة تتوزع بالسوق. تالت تقنية هي تقنية الفيروس المعطل أو المميت أو اللي تم تخفيفه، وهون هو لقاح بيتكون من جزئيات من الفيروس يلي انعملت بقلب المختبر بالكالتشر وفقدت القدرة على انتاج المرض.
هون بيصير بقلب المختبر تنزرع مسببات الأمراض وبلقاحات المعطلة بظل ظروف خاضعة للرقابة وتقتل كوسيلة لتقليل العدوى وبالتالي منع العدوى من اللقاح فور تلقي. هون بيتم قتل الفيروس بعدة طرق مثل استخدام الحرارة أو استخدام مادة اسمها الفورمالديهيد. من بعد ما حكينا عن أبرز استراتيجيات يلي استخدمت للوصول للوقاح ضد فيروس الكورونا، هلأ رح نستعرض أهم اللقاحات يلي انشغل وعم ينشغل عليها ضد هيدا الفيروس. أول نوع هو بايونتك فايزر، مصدره ألمانيا والولايات المتحدة. حسب المرحلة التجريبية الثالثة نسبة فعاليته 95%، بيعتمد على استراتيجية الـ mRNA وبتتاخد لإله جرعتين. طريقة تخزينه بيتم نقله بدرجة حرارة ناقص 75 يعني تحت الصفر، وهون ممكن تبريده بين درجتين وثمان درجات مئوية لمدة 5 أيام. مثل ما عرفنا انه باول كانون الاول حصل على موافقة بالمملكة المتحدة، ب 12 كانون الاول حصل على موافقة بالولايات المتحدة، وب 22 ديسمبر اخذ موافقة من الاتحاد الاوروبي. تاني نوع لقاح كمان كتير صرنا سامعين فيه هو الموديرنا، المصدر تبعولته الولايات المتحدة الامريكية. فعاليته حسب المرحلة التجريبية الثالثة 94.1%، كمان بيعتمد على تقنية الامريناي وبيتاخد فيها جرعتين. عملية نقله بحاجة لحرارة ناقص 20 وعمره 30 يوم عند تبريده بدرجة حرارة بين 2 و8 درجات مئوية. ب19 كانون الأول أخذ موافقة من الولايات المتحدة الأمريكية، متوقع أنه ياخد الموافقة ب6 كانون الثاني بالاتحاد الأوروبي. اللقاح التالي هو الأسترازينيكا مع جامعة أكسفورد بالمملكة المتحدة، لحسب المرحلة التجريبية الثالثة كانت فعاليته 70%، واستخدمت فيه استراتيجية الأدينو فيروس فيكتور فاكسين. هو بينعطى على جرعتين، ولكن بالرغم من أنه غير الواضح إذا كانت الدورة رح تكون جرعتين كاملين بفرق شهر واحد أو نص جرعة وبتجي من بعد منها جرعة كاملة بعد شهر. تبريده بيكون بين درجتين و8 درجات مئوية. كان متوقع ياخد موافقة بشهر كانون الأول بالمملكة المتحدة، ومتوقع ياخد موافقة بالاتحاد الأوروبي من بعد مراجعته بنصف شهر كانون الثاني 2021. أما بالنسبة للقاح جونسون أند جونسون، هو المصدر تبعولته الولايات المتحدة الأمريكية، لهلأ ما في عنا نسبة للفعالية تبعولته. استخدمت الشركة استراتيجية الأدينو فيروس فيكتور فاكسين بجرعة واحدة، على الرغم من أنه كمان عم تجرب وتعمل اختباراتها تتشوف نظام الجرعتين. ممكن نقله وتخزينه بدرجة حرارة بين 2 و8 درجات مئوية لمدة 3 شهور، وفينا نخبيه لمدة عامين إذا تم حفظه بدرجة حرارة تحت 20 درجة مئوية. منوصل للقاح نوفافاكس اللي هو كمان المصدر تبعولته الولايات المتحدة الأمريكية، كمان ما عنا نسبة الفعالية تبعولته. عنا تجربتين من المرحلة التالية جارية بالولايات المتحدة، بالمكسيك، المملكة المتحدة. البيانات المؤقتة متوقعة أنه نشوفها بأول 3 شهور من سنة 2021، وهون اعتمد على سيستم بروتين سبايك المؤتلف بجرعتين أو مسميه recombinant spike protein. بيتم نقله وتخزينه بين 2 و8 درجات مئوية، ومن المتوقع أنه تستمر 6 شهور على الأقل بهيدي درجات الحرارة. نوصل للقاح اللي تم تصنيعه بكندا والولايات بالمملكة المتحدة اللي هو الميديكا جو مع GSK. لحديت هلأ كمان ما عنا نسبة الفعالية تبعولته. بلشت تجربة المرحلة الثانية والثالثة بمنتصف شهر نوفمبر، ومن المتوقع أنه تظهر النتائج المؤقتة
بالربع الأول من سنة 2021. بلشت المرحلة التجربي الثاني بكندا ورح تسجل بوقت لاحق المشاركين بالولايات المتحدة. كان متوقع تبلش تجربة المرحلة الثالثة قبل نهاية هيدا العام. كمان بتعتمد على استراتيجية بروتين سبايك المؤتلف عبر أخذ جرعتين. أما فيما يخص التخزين هو بيتخزن من درجتين لثمان درجات. العمر الافتراضي المتوقع حوالي 12 شهر. أما بالنسبة للقاح الكيورفاك المصدر ألمانيا مع الولايات المتحدة الأمريكية، نسبة الفعالية بعد مش معروفة. تم إطلاق تجارب المرحلة الثالثة بمنتصف شهر كانون الأول. هو يعتمد على تقنية استراتيجية الأمريني وبينعطى على جرعتين. بينحفظ على 5 درجات مقوية لمدة 3 شهور وبدرجة حرارة الأوضة لمدة 24 ساعة. منوصل للقاح الجمالية اللي معمول بروسيا، وبحسب التحليل المؤقت لنتائج التجارب قالوا انه 95% عنده فعالية على الرغم من شك البعض بالبيانات. اعتمد استراتيجية الأدينو فيروس فيكتور فاكسين وبينعطى على جرعتين. تمت الموافقة على الاستخدام المبكر بروسيا على الرغم من انه النقاط بيقولوا انه العملية كانت متسرعة وفيها كتير مخاطر. بعد التجارب المرحلة الثالثة جارية، ولكن الرئيس فلاديمير بوتين امر المسؤولين بالبدء بتلقيح الاطباء والمعلمين. لقاحان هلا اللي رح نحكي عنهم هن سينوفارم 1 و2 يلي مصدرهم الصين. سينوفارم 1 نسبة الفعالية بعد لهلا مش كتير معروفة، ولكن تم منح الإذن للاستخدام المحدود بوقت سابق من هيدي السنة، وقدمت نتائج المرحلة الثالثة للموافقة عليها بالصين بتشرين الثاني. تجارب المرحلة الثالثة جارية بدول مثل الإمارات العربية المتحدة، البيرو، المغرب، الأرجنتين، البحرين، مصر والأردن، ومن المرجح أنه تحصل على موافقة صينية كاملة بنهاية هيدا الشهر كانون الأول. بيقدر يدل مخزن على درجة حرارة 2 ل 8 درجات مئوية، ولكن العمر غير معروف لغاية الآن. سينوفارم 2 نسبة الفعالية 86%، معدلة وفقا للنتائج المؤقتة لتجربة المرحلة الثالثة بالإمارات العربية المتحدة. نيناتهم سينوفارم 1 و2 بيعتمدوا على فيروس المعطل وبجرعتين. سينوفارم 2 منح الإذن للاستخدام المحدود بوقت سابق من هيدا العام بالصين، وقدمت كمان بيانات المرحلة الثالثة للموافقة عليها بتشرين الثاني، ومعتد مد للاستخدام كمان بالإمارات العربية المتحدة والبحرين. وتجارب المرحلة الثالثة بدول مثل الإمارات العربية المتحدة، بيرو، المغرب، الأرجنتين، مصر والأردن. من المرجح كمان يحصل على موافقة صينية كاملة بشهر كانون الأول. هو بيعيش بيقدر نخزنه بحرارة بين درجتين لثمان درجات مئوية، ومش معروف العمر لغاية هلأ تبولته. آخر لقاحين رح نحكي عنهم، وأكيد هن مش بس هدول اللقاحات، بعد في غيرهم أكتر بكتير. هن أول واحد الكانسينو من المصدر الصين، وتمت الموافقة عليه للاستخدام المحدود بقلب الصين بشهر تموز، مع استمرار تجارب المرحلة الثالثة بالمكسيك وروسيا وباكستان. هو يعتمد على استراتيجية الأدينو فيروس فيكتور فاكسين وبتنعطى جرعة واحدة، وهو فينا نحافظ عليه بدرجة حرارة بين 2 و 8 درجات، ولهلأ ما منعرف قديش الإكسبيري ديت تبولته، العمر تبولته غير معروف. اخر لقاح رح نحكي عنه بهيدا الفيديو هو البهارات بيوتيك، مصدره الهند، بعد الفعالية غير معروفة. حاليا هو بالمرحلة الثالثة من التجارب بقلب الهند. هو كمان بيعتمد على الفيروس المعطل، بيتاخد جرعتين، بيتم تخزينه على درجة حرارة بين 2 و 8 درجات مئوية، والعمر تبعولته لحديث هلا غير معروف. بنهاية هيدا الفيديو منكون حكينا عن مختلف وأهم استراتيجيات يلي استخدمت بالعمل على إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وحكينا عن أبرز اللقاحات يلي عم ينشغل عليها.
بنهاية هيدا الفيديو بدي اتمنى على الاشخاص اللي بعد ما اشتركوا بالقناة تبعولتي ما تنسوا تكبسوا على فأسة السبسكرايب وتفعلوا الجرس، واكيد ما تنسوا تعملوا لايك للفيسبوك بيج تبعولتي، تعملوا لايك وكومنت وشير للفيديوز تيضل يوصلكم فيديوهات جديدة.